برك كامت متلي عليا وتحاولي تلعبي بيا كلامك بالعاد والطول ما في قراض المعقول برك كامت متلي عليا في سبيل الانفتاح على المواهب الغنائيه الصاعده تستضيف جريده اصوات الفنان الشاب سالم الحلوي مطرب ونجم فنان بالجوق الوطني. مرحبا بك. مرحبا بك، ميرسي بوكو على الاستضافه. قلت لحكاي صارت وراي، انت اللي اختارت البار، شو بدك مني؟ من هو سالم الحلوي وكيف كانت بدايات مسارك الفني؟ اوكي، سالم الحلوي 27 عام، مغني صاعد. البدايه ديالي هو كيف كيعرف اي مغني خصو يكون البدايه ديالو من الصغر. يعني انا سن 8 سنين كنت مولوع بالموسيقى الاسره الفنيه بطبيعه الحال. الوالد ديالي ملحن وعازف، كان عازف الشوق الوطني في اذاعه والتلفزه المغربيه، والمنزل ديالنا كان قبل جميع الفنانين المغاربه تقريبا الكبار امثال سي عبد الوكالي، سي عبد الجليل الخياط، نعيم لطيف رأفت الى غير ذلك. بديت المسار ديالي كمغني بروفيسيونيل هذه 3 سنين. بديت كوديكوفر اغاني عاودتهم في لاشين ديالي، اغاني مغربيه، اغاني شرقيه، وكذلك كيعجبني الاغاني الهنديه حتى هي عاودتها بعض الاغاني. وعندي الان في راسي ديالي 3 الاغاني دياولي، اغنيه مغربيه بعنوان مساكين، وجوج اغاني شبابيين بوحده بعنوان هي من كلماتي والحاني، واخر اغنيه عن طريق درتها عن طريق الفيديو كليب هي اغنيه بركه، هي من الحاني وكلمات الصحفي وفي فؤاد. هي الاولى، هي الاخرى، هي عمري يا روحي غير من نظره. والبدايات صعبة، ضروري ان الفنان فنان ضروري يواجه شي حوايج في الاول صعب، لان الدومين شوية قاصح من ناحية المادة، من ناحية توصل الموسيقى ديالك للناس، تكون قريب من الناس بالاغاني ديالك، وتكون هادفة، يعني ما تكونش مخلة بالاداب، وتكون كتناسب الذوق ديال جميع الناس. هي الاولى، هي الاخرى، هي عمري يا روحي النظرة. الاغاني الشباب اللي هي الحاليه كنقول انا في اي مجال في الدنيا تيكون الحاجه مزيانه والحاجه الخايبه، ونفس الشيء في الدومين ديال الموسيقى كاين الخايب وكاين الزوين، غير هو مؤخرا ملينا كنشوفوا الخايب شويه اكثر من الزوين من ناحيه الكلمات، من ناحيه الذوق. وكنتمنى ان شاء الله نرتقيوا بالموسيقى ديالنا المغربيه ونوصلوا ان شاء الله لشي حوايج محسن. بركة ما تمتلي عليا وتحاولي تلعبي بيا كلامك بالعرض والطول، ما في جرام دي المعقول دورك، ما في جرام دي المعقول دورك، ما بقيت حلالية لا صباح ولا عشية، امشي تدت النية خافي ديريها بيا. ان شاء الله كنخدموا على اغنيه جديده، اغنيه تكون مختلفه على الاغاني اللي قدمت هي ولا بركه، وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجاب الجميع، ونتسناوني ان شاء الله قريبا. تابعوني على القناه يوتيوب ديالي الشخصيه سليم حلوي، فيها الاغاني ديالي والجديد ان شاء الله قريبا. انستغرام سليم حلوي وفيسبوك سليم حلوي. ميرسي بوكو. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.